عادات نفعلها ولا ننتبه لها يمكن أن تدمر ثواب الصيام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هذا الشهر هو كنز أحبتي في الله، ولكن نحن ندمر هذا الكنز بعادات سيئة لا ننتبه لها، على رأسها الغضب. الغضب أيها الأحبة يدمر الحسنات، يذهب الحسنات. لماذا؟ لأنك عندما تغضب أخي الحبيب، أولا تخالف أمر النبي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 مرات، هذا أمر نبوي. إذا كنت تحب هذا النبي وتلتزم أمره صلى الله عليه وسلم، فعليك ألا تغضب أبدا، لأن النبي لم يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. أما ما يتعلق بمسائله الشخصية، لم نسمع أنه غضب يوما من أزواجه صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه، أو لأن أحد المنافقين شتمه أو تكلم عليه بسوء أو اتهمه بالباطل. الكفار اتهموه بالسحر، اتهموه بالجنون، اتهموه أنه يزور القرآن، اتهموه بالكذب، لم يغضب، بالعكس كان حريصا على أن يهديهم وينقذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تخالف أمر النبي، ما الذي يحدث؟ إذن أنت لا تكترث بنصيحة النبي. أنت عندما تخالف قانون السير الذي هو من أبسط القوانين وتأتيك عقوبة فتتحملها وبكل بساطة، مع العلم أنها قوانين يعني وضعية من وضع البشر. القانون الذي أمرنا به النبي هو قانون لا تغضب. كثير من الناس يظن نفسه إذا صام أنه يمن على الله، استغفر الله. الله يمن عليك، الله يمن علينا أنه هدانا للصيام. من أين سنعلم فوائد الصيام؟ كيف سنستفيد وسنجني الفوائد المذهلة للصيام إذا لم نكن مسلمين؟ لو أن الله لم يعلمنا ويأمرنا بالصيام، كيف سنستفيد من فوائد الصيام أحبتي في الله؟ لذلك أنت عندما تغضب، أولا خالفت أمر النبي. الشيء الثاني، أنت خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يأمرنا فيقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن هذا أمر بالعفو، والله اسمه العفو، أمرك بالعفو والتسامح. والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، هؤلاء الأتقياء. إذن المؤمن دائم التسامح والمغفرة والعفو، هذا هو حال المؤمن. بعض الناس سبحان الله أثناء الصيام ينفعل ويغضب ويتوتر. طب لماذا؟ أنت تدمر وتذهب هذه الحسنات التي أخذتها، لأن السيئات التي ستكتب لك نتيجة هذا الخلق السيء أكبر بكثير من الحسنات التي أخذتها على الصيام، وبالتالي هذه عادة تدمر الحسنات. شيء ثاني أيها الأحبة، كثير منا لا ينتبه لموضوع النميمة. النميمة بكل بساطة أنك تجلس وتتحدث على الآخرين
بما يكرهونه، سواء كان فيهم أو لم يكن فيهم، كله محرم. إنسان فيه شيء صفة سيئة وهو لا يؤثر عليك ولا على غيره، صفة هو يكرهها موجودة فيه، شخص إنسان شخصيته ضعيفة مثلا، يعني أبسط شيء. فعندما تتحدث من وراء ظهره وتقول فلان كذا وكذا 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 كلام يكرهه، هذه نميمة، مع أن الصفة موجودة فيه. وإذا لم تكن فيه فهذا بهتان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الذي يمارس النميمة كأنما جاء لأخيه الميت وأكل لحمه، صفة سيئة جدا أيها، وعذابها شديد يوم القيامة، والسيئات التي يأخذها أكبر بكثير من حسنات الصيام على فكرة. يعني أنت، سأعطيك مثال أخي الحبيب، لكي تبني برج من 100 طابق ستستغرق سنوات وآلاف العمال والمهندسين ومخططات البناء ومواد كثيرة وكذا. طيب، تدمير هذا البرج قد يستغرق 1/4 دقيقة. قذيفة تأتي تدمر هذا البرج خلال ثواني. إذن عملية البناء صعبة جدا، عملية التدمير سهلة. أن تجمع كمية من الحسنات لتكون ثقيلة في ميزانك يوم القيامة عملية صعبة، تأخذ وقتا طويلا. ولكن عملية تدمير هذا العمل سهلة جدا. هناك أعمال لا ننتبه لها يمكن أن تدمر أعمالك الحسنة. الغضب والنميمة صفتان سيئتان جدا جدا أيها الأحبة. الشيء الثالث أحبتي في الله، كثير منا في شهر الصيام يكذب لأنه تعود على الكذب، نظام يومي أصبح لديه الكذب نظام يومي. الكذب يهدي إلى الفجور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في تجارته يكذب ليروج لهذه التجارة، يخدعك أحيانا، لا يعطيك الحقيقة، لا يقول لك عيوب هذه البضاعة التي تشتريها منه. يكذب على زوجته، يكذب على أبنائه، يكذب على جاره، يكذب. يعني الكذب أصبح عادة يومية نمارسها ولا نلتفت إليها. طيب، هذا الكذب أحبتي في الله أكبر مدمر للحسنات، لأنك تخالف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول أيضا: ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إن كذبك على الناس هو كذب على الله بالنتيجة، لأنك تستطيع أن تكذب على الناس ولكن لن تكذب على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والكذب. إياكم، تحذير خطير، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يصبح الإنسان فاجرا، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. طيب، إذن هذا الكذب يقودك إلى النار. طيب، أين ذهب الصيام؟ إذن أنت دمرت ثوابك كصائم. على الأقل، على الأقل اعتبر هذا الشهر فرصة لتعود نفسك على الصدق، التخلص من النميمة وهي عادة سيئة لها أضرار نفسية حتى، وتخلص نفسك من الغضب الذي يدمر القلب قبل أن يدمر حسناتك. الغضب له تأثير شديد على القلب أيها الأحبة، ونحن نعلم الجلطات الدماغية والقلبية وتصلب الشرايين وحتى
مشاكل الجهاز الهضمي، كلها لها علاقة بالحالة النفسية للإنسان ومدى يعني تكراره لعملية الغضب. إذن أنت عندما تطبق تعاليم الإسلام تتجنب هذه العادات السيئة، أولا أنت تفيد جسدك، تفيد نفسك، أولا تعيش حياة هادئة، تكسب ثقة من حولك، لأن الإنسان كثير الانفعالات الناس يفقدون ثقة فيه، ليس لديه مصداقية. الإنسان الذي يكثر من النميمة ليس لديه مصداقية أيها الأحبة، والإنسان الذي يكذب يفقد مصداقيته بين الناس. إذن أنت عندما تلتزم بتعاليم الإسلام أنت أولا تفيد نفسك وتستفيد طبيا، أنك تقي نفسك من مشاكل القلب وغيرها بسبب نوبات الغضب. ثانيا أنت تستفيد اجتماعيا، تكسب ثقة من حولك، وهذا يمكن أن يزيد الرزق. هناك أناس رزقهم قليل ويقول لماذا رزقي قليل؟ قد يكون أحد أسباب قلة الرزق عدم ثقة الآخرين بك، وبالتالي الفرص أصبحت ضيقة أمامك. لذلك أيها الأحبة، هذه العادات الثلاث السيئة جدا أرجو أن ننتبه لها، أرجو أن تكتبها على ورقة: الغضب والنميمة والكذب، ثلاث كلمات: الغضب والنميمة والكذب. كل لحظة تذكر أنك ستترك الغضب، ستترك النميمة، ستترك الكذب، صدقني ستتغير حياتك نحو الأفضل. إذا كان رزقك ضيق سيزداد الرزق، لأن الله لم يربط الرزق بالعمل أبدا في القرآن، ربطه بالتقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كان لديك مشاكل نفسية ستحل أيضا، إذا كان لديك مشاكل مع الآخرين ستجد أنها انحلت وأنت لا تدري ما هو السبب، لأن الآخرين يكتشفون كذبك، يكتشفون غضبك، يكتشفون نميمتك. لابد يعني هذه الأشياء تظهر عاجلا أم آجلا وتفقد ثقة الآخرين بك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.